برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب جلسته، وقد أدلى سعادة المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب بتصريح أكد فيه أن المجلس استعرض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الميزانية العامة، حيث وافق المجلس على سحب المشروع بقانون لمدة أسبوعين، فيما وافق على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى، فيما رفض المجلس توصية ذات اللجنة حول مشروع قانون بتعديل المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 ميلادية بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى. كما نظر المجلس إلى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 3 بشأن التخطيط العمراني، والتي تضمنت المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، وتتضمن تحقيق وإضفاء المنظر الجمالي على المناطق والسواحل والحفاظ على البيئة الطبيعية في مملكة البحرين، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى. بعدها انتقل المجلس إلى مناقشة بند الاقتراحات برغبة، حيث وافق المجلس على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بصيغته المعدلة بتجميد طلب الخدمة الإسكانية في حالة فقد مقدم الطلب لشرط أن يكون هو رب الأسرة، لحين استيفائه لهذا الشرط من جديد مع احتفاظه بمدة الانتظار السابقة وإلحاقها بالطلب الحديث، وتم رفعه إلى الحكومة الموقرة. المشروع الثاني حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية كان يتعلق بإعفاء في حالة التستر، وإحنا ارتينا تغيير كلمة تستر إلى إخفاء. في حالة إخفاء أحد المطلوبين من قبل الغارب حتى الدرجة الرابعة أو أصهاره، فارتينا أن يكون هناك إعفاء لهم. طبعا بحكم هذا رعينا في المشروع الجانب الاجتماعي، يعني الجانب الاجتماعي بحت، حيث طبعا بيكون مرتكب الجريمة لابد أن يكون مقيم في نفس المنزل مع والده والدته، كذلك لو راح منزل أخته أو منزل أصهاره، فارتئن لو كان الأخفاء تم في هذه الحالة فلا تكون عليها عقوبة. المطلق له الحق في إبقاء الأقدمية في الإسكان، وأيضا وإلقاء هذا الحق يعتبر أو يعد انتهاكا لهذه الحقوق، طبعا مع الحفاظ على حقوق المرأة وأطفال الحاضنة في السكن واحتفاظها بالأقدمية أيضا.